في عام 1981 صدر فيلم أسد الصحراء، واللي كان بيتكلم عن قصة البطل عمر المختار، وكان بطل الفيلم هو الممثل المكسيكي أنطونو كوين. والفيلم كان في غاية الروعة وحقق نجاح ساحق. الفيلم حقق نجاح ساحق، فما بالك القصة الحقيقية اللي كانت على أرض الواقع كان شكلها إيه؟ فالنهاردة هنتكلم عن أسد الصحراء وشيخ الشهداء البطل المجاهد عمر المختار، اللي قال نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قلت لك ان في واحد عنده 53 سنة وبيركب الحصان بتاعه وبيحارب دولة من اقوى دول العالم ممكن ما تصدقنيش. طيب لو قلت لك ان استمر على الوضع ده لمدة 20 سنة بيحارب ويجاهد لحد ما بقى عنده 73 سنة اكيد مش هتصدقني. لكن لما اقول لك ان الشخص ده هو عمر المختار لازم تصدقني. عمر ابن مختار ابن عمر المنفي الهلالي، وشهرته عمر المختار. اتولد عمر المختار في 20 أغسطس عام 1858، وبيمتد نسبه لقبيلة الهلالية في منطقة بطان ببرقة في الجبل الأخضر. ربى أبوه تربية إسلامية واستمد من الحركة السانوسية، الحركة اللي كانت بتقوم على القرآن والسنة، والحركة دي هي اللي كانت بتقاوم الطليان في ليبيا. وتوفى أبو عمر المختار وهو رايح مكة علشان يحج، وهو في مرضه بعت مع صاحبه لأخوه الشيخ حسن وطلب منه أن يتولى رعاية ولاده الاثنين عمر ومحمد. وفعلا الشيخ حسن اتولى رعايتهم ودخلهم المدرسة القرآنية بمدينة الزاوية. وبعدها دخل عمر المختار معهد الدراسات واستمر في المعهد لمدة 8 سنين، تعلم فيهم العلوم الشرعية المختلفة زي الفقه والحديث والتفسير، وكان بيتعلم على ايد اكبر العلماء والشيوخ زي السيد الزروالي المغربي والعلامة الكبير فالح ابن محمد ابن عبد الله. وكانوا بيشهدوا لعمر المختار انه ذو عقل وخلق وبيحب الدعوة. وبعدها انضم عمر المختار للحركة السنوسية، ونتيجة لذكائه اللي اتشهر بيه في المعهد قرر محمد المهدي السنوسي ان ياخده معاه للسودان، وكمان بإنابة عنه في السودان. وهنا في قصة لازم نحكيها هتبين لنا مدى شجاعة عمر المختار. وهم رايحين للسودان في واحد قال لهم ان في اسد قريب، وعلشان ينتقي شره ونديله ناقة ياكلها ونخلص. فرد عليه عمر المختار وقال له ان الإتاوة اللي كان بيفيدها القوي على الضعيف خلاص خلصت، فنجحنا وندي إتاوة الحيوان. فراح عمر المختار ضرب الاسد برصاصتين، الاولى فالتانية فقتله، وسأل أخوه علقه علشان كل القبائل تشوفه. والحاجات دي خلت المهدي السنوسي يقول إن إحنا لو عندنا 10 زي عمر المختار فإحنا مش محتاجين حد تاني. وفي عام 1887 عين المهدي السنوسي شيخ على مدينة زاوية القصور، وبالرغم إن المدينة دي كان بيسكنها قبيلة العبيد اللي كانت مشهورة بصعوبتها، إلا إن عمر المختار قدر يسيطر عليها. ويجي عام 1900 وتحتل فرنسا التشاد، وحصلت مشادة ما بين فرنسا والحركة السنوسية، واشتعلت الحرب ما بينهم. واختارت الحركة السنوسية عمر المختار علشان يقود الكتائب ضد الفرنسيين، وبسبب الحرب دي كسب عمر المختار خبرة كبيرة. في 29 ديسمبر عام 1911 تعلن إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية، وبدأت إيطاليا تنزل قواتها في مدينة بنغازي. وأول ما جاء الخبر رجع بسرعة لمدينة زاوية القصور، وبدأ في تجنيد أهلها من قبيلة العبيد، وقدر إنه يجند حوالي 1000 مقاتل، وراح مؤسس معسكر القصور والتحق بعديها بالجيش العثماني. وبدأت حروبه مع الطليان وهو عنده 53 سنة، واستمرت 20 سنة. وكانت الحمية العثمانية والحركة السنوسية بيشكلوا دعم كبير لعمر المختار. لكن في عام 1912 تحصل حرب البلقان الأولى، وأجبرت إيطاليا الدولة العثمانية إنها تعمل معاهدة لوزان، ونتيجة للمعاهدة دي سحبت الدولة العثمانية قواتها من ليبيا واللي كان عددها 400 جندي. واستمر عمر المختار في حرب على الطليان بالنيابة عن الحركة السنوسية لحد ما وصل أحمد الشريف السنوسي لمدينة درنا واستلم القيادة من عمر المختار، وبقى عمر المختار معاون ليه. لكن بعد فترة هاجر أحمد الشريف السنوسي وساب برقة، واستلم بعد القيادة الأمير محمد إدريس السنوسي. وفي الفترة دي زادت المعارك بشكل كبير مع الطليان، وتركزت هجمات عمر المختار على مدينة درنا. عمر المختار خلى مدينة الساحات في الجبل الأخضر مقر للقيادة، ومنها حقق انتصارات كتيرة. وكانت عنا في المعارك اللي حصلت يوم 16 مايو عام 1913، واليوم ده كان يوم جمعة. وفي المعركة دي اتقتل 70 جندي إيطالي واتصاب 400، وحصلت معارك تانية كتير زي شلزمية وبئر الغبي وبوشمال. والكلام ده خلى الطليان يفكروا انهم يعملوا هجوم شامل على الجبل الأخضر، لكن برضو تهزموا هزيمة كبيرة، وحاولوا انهم يحتلوا مدينة فازان لكن فشلوا. وفي عام 1922 يمسك موسوليني حكم إيطاليا، اللي راح عين نونجوفاني حاكم جديد على ليبيا، واداله جيش ضخم بقيادة جرزياني جزار إيطاليا، وكان بيساعده اللواء بادوليو،
اللي حب انه يتفاوض مع عمر المختار علشان يعرف شخصيته وكمان طريقة تفكيره. فقال له عمر المختار ايه الشروط اللي عايزينها علشان تصالحه مع الحكومة الإيطالية. فرد عليه عمر المختار بكل قوة وثبات وقال له ان إيطاليا ما تتدخلش في ديننا وتطلعوا بره ليبيا. وبعدها عرف بادوليو انه بيتعامل مع قائد عظيم ما يعرفش كلمة استسلام ومش هتنفع معاه المفاوضات اللي لا بتودي ولا بتجيب. وبعدها يضطر محمد إدريس السنوسي انه يسيب ليبيا ويلجأ لمصر، وخلى عمر المختار هو المسؤول على المقاومة في نوفمبر عام 1922. وبقى عمر المختار هو الأسد الوحيد اللي مستمر في أرض المعركة بعد ما انقطعت عن ليبيا كل المساعدات الخارجية وزادت وحشية الطليان لدرجة انهم قتلوا في برقة وطرابلس لوحدهم اكتر من 500,000 انسان. واستمر عمر المختار طول 8 سنين يوجه ضربات للطليان لدرجة ان الصحافة في روما بدأت تهاجم الحكومة وقالوا ازاي دولة قوية زينا مش قادرة على شوية بدو مش مدربين ولا مسلحين زينا. وساعتها موسوليني قال احنا مش بنحارب ذئاب، احنا بنحارب اسود، ودايما شهادة الاعداء بتكون هي اللي صح. وبدأ الطليان يزودوا الهجوم وحقق الطليان تقدم كبير في ليبيا بعد ما ضربوا الحركة السنوسية في جغبوب بمساعدة انجلترا. لكن عمر المختار استمر جاهد بالرغم ان عمره عدى 70 سنة. وفي مارس 1930 وصل القائد الايطالي غرسياني المدينة بنغازي فسجن المشايخ وعمل المحاكم الطايرة اللي بيكون حكمها سريع جدا، وعمل جايزة قيمتها 200,000 فرنك للي يجيب عمر المختار حي او ميت. وبدأوا يعملوا سلك شائك على الحدود الشرقية علشان يمنعوا اي مساعدات توصل لليبيا، والكلام ده كلف الحكومة الإيطالية 20,000,000 فرنك. وفي 11 سبتمبر عام 1931 كان عمر المختار بيعمل حملة استطلاعية فوجئ بقوات إيطالية كبيرة هجمت عليه وحصلت معركة غير متكافئة نهائيا، اتقتل فيها أغلب الفرسان اللي كانوا مع عمر المختار وهو كمان اتصاب إصابات كبيرة. وأول ما عرفوا بعثوه بسرعة لمركز القيادة، وفي كلام بيتقال إنهم قبضوا عليه لما كان بيزور قبر أحد الصحابة وعملوا محاكمة صورية لعمر المختار، وبقول صورية لأنها كانت معروفة النتيجة بتاعتها بدليل إنهم علقوا المشنقة قبل إصدار الحكم. فسألوا في المحكمة إن أنت مسؤول عن الهجمات اللي حصلت للجيش الإيطالي، فرد عليهم بكل ثبات نعم أنا لم أستسلم قط، اشتركت في معارك كتيرة سواء بالمشاركة الفعلية أو بإعطاء الأوامر. وقررت المحكمة إعدامه بالرغم إن عمره في وقتها كان 73 سنة. وفي 16 سبتمبر عام 1931 اللي كان موافق يوم الأربعاء يتعدم أسد الصحراء عمر المختار. وبعدها تحصل ضجة كبيرة في العالم العربي وفرحة كبيرة ما بين الإيطاليين، وكان الإيطاليين مجمعين 20,000 ليبي من السياسيين وغيرهم علشان يشوفوا اللحظة اللي هيتعدم فيها عمر المختار علشان يكسروا عزيمتهم وإصرارهم. لكن حصل العكس وتحول عمر المختار لأيقونة للثورة لحد ما تم استقلال ليبيا. وزي ما قال عمر المختار نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. بعد الإعدام تم نقل الجثمان لمدينة صلوق، وبعدها جه الطليان ونقلوا الجثمان لمقبرة سيدي عبيد. وفي 16 سبتمبر عام 1980 يتم نقل جثمان عمر المختار تلبية لرغبة معمر القذافي لمدينة صلوق مرة تانية. والبطل عمر المختار ملوش غير ابن واحد وهو محمد عمر المختار، وللأسف ملوش أي أحفاد. شاركونا برأيكم في التعليقات، ولو شايفين الفيديو ده أضاف لكم معلومة جديدة اعملوا إعجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.